نورس راديو 93.5 FM. وإذا ما أصغيت لنبرة صوتك ذات مساء أصبحت شغوفا بالنبرة، فلصوتك سحر فتان، وأنا هيهات وهيهات حبيبة عمري أن أنسى في يوم سحرة. وإذا حدثني صمتك في سهرة حب تجمعنا عن أشياء وأشياء طوال السهرة، بينت له إعجابي وذهولي وأخذت أردد صمتك يخلق حسا حتى في الصخرة. وإذا نامت كفك في كفي أو كفي في كفك أوقعني هذا النوم بحيرة وسباني من غير قيود أو بقيود، وعلى هذه الحالة أو تلك أحب أنا أسرى. وإذا طارت خصلات الشعر على كتفيك وحطت بهدوء، والشعرة تحضن يا عمر الشعر، طرت أنا معها وتمنيت كثيرا لو تحملني لو تحضنني أكثر من مرة. وإذا قلت حبيبي أنت شعرت بأني أملك كل كنوز الأرض وأغرق عبر بحار غرام ثرة، والحب حبيبة عمري حين غزا قلبي حطم كل قصور أعرفها أو لا أعرفها، وبكل حنان أسكنني قصرة، وبخنجره نحر الحزن وغيبه في أعمق حفرة، فرقدت بملعب عمري مبهورا وحياتي صارت صافية بل أصفى من عبرة، وغدوت محاطا من كل جهات الدنيا بالحب، وحبك يا عمري لن أقبل في يوم غيره. نورس FM